امبارح أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن رحلات للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات زي الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وأهالينا إلى منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري. صحيح، يمكن ده كمان بعد أيام من تدشين مبادرة عيدك أحلى بدون دخان، واللي تم تنظيمه من خلال الصندوق على مدار أيام عيد الأضحى المبارك للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات. تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذ مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني لو في البداية تعرفنا ونعرف السادة المشاهدين على تفاصيل الفعاليات والأنشطة اللي تمت للمتعافين من أبناء الأحياء. خليني اقول لحضرتك، احنا عندنا برنامج متكامل بننفذه في المناطق المطوره اللي هي بديله العشوائيات زي الاسمرات والمحروسه وبشائر الخير وحدائق اكتوبر، والحقيقه يعني العديد من هذه المناطق. البرنامج ده الحقيقه جاي يعني تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهوريه لوزاره التضامن الاجتماعي ان يبقى عندنا برامج توعويه متكامله لابناء هذه المناطق لحمايتهم من تعاطي المواد المخدره. البرامج التوعويه في المناطق المطوره بتهدف توعيه الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطه لحمايتهم من تعاطي المواد المخدره، توعيه الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وازاي لو الاسره لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى مواد مخدره، ازاي ايه ابرز العلامات الداله ان ممكن تعرف ان الابن بيتعاطى، وكمان كيفيه التواصل مع الخط الداخل لصندوق مكافحه وعلاج الادمان 16023 للحصول على كافه الخدمات العلاجيه مجانا وبسريه تامه. برضه من ضمن الانشطه التوعويه بتهدف الاطفال وحمايتهم من اضرار تعاطي المواد المخدره ورفع الوعي لديهم باضرار الادمان والتدخين، وده الحقيقه بتتم من خلال ورش حكي واساليب ابداعيه تجذب الاطفال لمثل هذه الانشطه. احنا افتتحنا 6 عيادات داخل هذه المناطق بتستقبل مرضى الادمان وحالتهم الى المراكز العلاجيه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان، اللي هم 28 مركز علاجي منتشرين في 17 محافظه حتى الان. الحقيقه على مدار الفتره اللي فاتت قدمنا خدمات علاجيه لاي مريض ادمان من ابناء المناطق المطوره، وبتبقى مجانا وبسريه تامه. فيما يتعلق بالانشطه، احنا المراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخدمات العلاجية لا تقتصر على تقديم بس أو سحب المواد المخدرة، ولكن بتمتد إلى تأهيل اجتماعي، تأهيل نفسي، حتى كمان خدمات التمكين الاقتصادي الممثلة في تعليم المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، أو حتى كمان بنتيح قروض للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة. والحياة دي كلها في إطار يعني خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى. كل هذه الخدمات والأنشطة التوعوية بتتم الحياة لأبنائنا وأهالينا في المناطق المطورة. على مدار الفترة الماضية ويمكن 5 6 أشهر اللي فاتوا، إحنا يمكن قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 6000 مريض داخل المناطق المطورة. إحنا جاري كمان التوسع في هذه الأنشطة داخل المناطق المطورة. أنا زي ما أشرت لحضرتك، إحنا عندنا 28 مركز علاجي بنقدم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وبسرية تامة. ولو بنتذكر في 2014 كنا بس 12 مركز علاجي في 7 محافظات، النهاردة وأنا بكلم حضرتك عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظة. وكمان هأزف لحضرتك خبر صار، إحنا انتهينا من إنشاء مركزين جدد، واحد في محافظة قنا وده هيبقى منارة لأهالينا في الصعيد، ومركز تاني في محافظة الجيزة وبالتحديد في منطقة إمبابة، وهذا يعني يعد المركز الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وهيقدم كافة برضو الخدمات العلاجية مجانا وسرية تامة لأطفال الشباب. أستاذ مدحت، هل فعاليات هذه المبادرة بتقتصر على الأماكن الأثرية ولا أماكن سياحية بشكل عام؟ وليه اخترت تحديدا الأماكن الأثرية؟ أنا عايز أقول لحضرتك إحنا يمكن اخترنا الأماكن السياحية الحقيقة كمان إن إحنا كمان عايزين نربط شبابنا من أبناء هذه المناطق بتعرف نعرفهم على طبيعة وآثار الحقيقة بلدنا العظيمة، بنوعيهم كمان بأهمية الحفاظ على الآثار، تعزيز الوعي السياحي لديهم. والحقيقة ما بتقتصرش بس على زيارة الأماكن الأثرية، إحنا عندنا كمان يعني أنشطة ترفيهية، أنشطة رياضية، حتى كمان بننفذ برامج يعني تأهيل اجتماعي ونفسي داخل المراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي بتمتد زي ما بقول لحضراتكم أنشطة رياضية. ويمكن إحنا عندنا دوري رياضي سنوي بنعمله للمتعافين من الإدمان، والحقيقة حتى كمان
يعني معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباش وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس اداره الصندوق تبقى حريصه ان هي تكرم كمان المتعافين كمان اللي هم حاصلين على بطولات من خلال الدوري. طيب عشان برضه استاذ مدحت نوضح للساده المشاهدين ونعرفهم على التفاصيل اللي بتتخذ لو حد تواصل مع الصندوق. هل الصندوق معني باي حالات من حالات الادمان؟ كل حالات الادمان يعني لو في حالات ادمان خلينا نقول يعني شخص بقى له فتره طويله او الادمان مراحل او مرحله مثلا متقدمه بيستلزم عناية كاملة ويستلزم إقامة ويستلزم أدوية، الصندوق معني بهذه المراحل المتقدمة من الإدمان يا فندم؟ بالفعل يا فندم، أنا زي ما بقول لحضرتك إحنا من خلال الخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023 إحنا الحقيقة الخدمات عندنا متنوعة، بنقدم المشورة، بنقدم كمان يعني برامج الدعم النفسي، بنقدم الخدمات العلاجية، وزي ما بقول لحضرتك إحنا داخل المراكز العظيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الخدمات لا تقتصر بس على خدمات العلاجية فقط وسحب مخدر، ولكن بمجرد ما بيتصل أي مريض إدمان وزي ما بقول لحضرتك سواء مواطن عادي او حتى كمان موظف من العاملين بالجهاز الاداري للدوله او اي شخص بمجرد ما بيتصل بالخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان بيتم تحويله لاقرب مركز علاجي من محل اقامته وبيتم توفير كافه الخدمات العلاجيه بتبقى مجانا وسريه تامه. ويمكن كمان انا يمكن عايز اجدد الدعوه من خلال برنامج حضراتكم الموقر، احنا عندنا طبعا حملات الكشف على العاملين في الجهاز الاداري للدوله، والحقيقه لما بدانا حملات الكشف في 2019 كانت نسبة تعاطي المواد المخدرة ما بين العاملين كانت 8% وكانت نسبة مخيفة، النهارده وأنا بكلم حضرتك النسبة أقل من 1%، ومع استمرارية هذه الحملات انخفضت نسبة التعاطي ما بين العاملين، وبجدد الدعوة من خلال برنامج حضراتكم الموقر إن أي موظف أو أي مواطن عنده مشكلة مع تعاطي المواد المخدرة بمجرد ما بتتصل بالخط الساخن 16023 بيتم طبعا اعتباره مريض وعلاجه مجانا وسرية تامة، حتى فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة لن يقعوا تحت طائلة القانون طالما إن الموظف بادر من تلقاء نفسه صحيح واتصل بالخط الساخن للحصول على الخدمات العلاجية. أما إذا توجهت اللجنة إلى مقر عمل الموظف وتبين انه يباشر عمله تحت تاثير المخدر هنا بيطبق القانون ويتم اتخاذ من الافضل ليه بالفعل استاذ مدحت ان هو يبادر هو بنفسه ويتصل بالخط الساخن لبدء مراحل العلاج. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومثل هذه الفعاليات مهمه جدا طبعا لضمان عدم حدوث انتكاسه او العوده مره اخرى الى الادمان. استاذ مدحت وهبه المتحدث الرسمي لصندوق مكافحه المخدرات شكرا جزيلا ليك يا فندم.